النمر اللي قدامنا ده من أشرس وأقوى النمور على وجه الأرض، اسمه النمر البنغالي، وده شكله عن قرب، واللي من الصعب جدا طرودها وتربيتها، لأن النوع ده ببساطة ما بيخضعش لأي مخلوق في العالم، بيقتل أي شيء لغرض المتعة، كائن عدواني من الدرجة الأولى، وحصل وهجم على ناس كتير، وأقل هجوم لازم يسيب علامة مميتة للفريسة. لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.